السلام عليكم. اليوم غنمشيو لسبت جحجوح، غنمشيو للسوق نتاع السبت، سبت جحجوح. كندوزو على العوينة راس جيري و كندوزو خرجو لسبت جحجوح. هادي 7:14 اليوم السبت 24. اليوم السبت 24 في شهر 6 2023. حرارة 25. غادي نشوفو السوق ديال السبت ونقدر نمشي نشوف حتى السوق ديال مكناس اليوم السبت، حيت السوق دابا راه حال ديما. واليوم غيكون يمكن مكناس يكون عامر السوق ديال مكناس، ولأن السوق ديال مكناس يقدر يتعطل. هذا ديال السبت، بما انه سوق صغير يقدر يخوى بكري، نسبقوه هو الاول. ومناسبه نيت غنديروا الشمس مورانا، لحقاش بعد دابا الصباح التصوير تيكون ناقص ملي ما تكون الشمس الفوق. دابا الشمس راه تقريبا مورانا على اليمين، ملي كتشوفوا الظل نتاع السيارات يعني بقات على اليمين هكا شويه. المهم مورانا يعني ما ضرباش في الكاميرا، ما ضرباش في وجهكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نديكم هاد الجوله هادي عاوتاني اللي ما عمرو شاف السبت جحجوح. هذا اللي فتنا اوتيل الداليه خلاص، ورحنا كنخرجوا على مرجان كنبعدوا عليه. وهذه الطريق الوطنيه رقم 6. خارجة تريض، خارجين يتحركوا. الحركة راه مهمة، إنسان محدو باقي فيه ما يتحرك. واحد من الساعة أضعف الإيمان يوميا نتاع الحركة نتاع الرياض نتاع المشي. ماشي لابد تلبس الكيطما ودير قرعة الماء في يديك وانا شوفوني غادي ندير الرياضه، ماشي لابد، راه ممكن تلبس حوايجك عادي وتهبط تضرب دويره في المدينه غادي من هنا من هنا، فاش ما يكونش الزحام. سير اخويا سير، فاش تكون الطريق خاويه المهم تكون الخطوه مزيانه. يعني الانسان ما يمشيش بشويه ديك وقف زيد، هذيك شويه ما هي احسن من والو، ولكن ماشي استفاده بحال فاش كتزرب شويه. فاش الانسان كيزرب كينشط الدوره الدمويه كدور كتكون احسن. اذا حركه راه مزيانه، حركه راه مزيانه، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. هذه الدوره اللي كتدينا الطريق ديال تتبطنا لوتورود على اليسار، وعلى اليمين راه تولال. راه غادي نمشيو حتى للرون بوان اللي كيهبطنا للعوينة الصافية، العوينة تنقول العوينة الصافية، العين السلامة، العين السلامة، داك الحمام ديال تنقول الحمام، العوينة جري تنقول العوينة جري، واخا هي بعيدة على جري. إذن
دابا لحد الساعة، ولكن عاد طلع الحرارة البارح، راه طلعت الحرارة البارح، البارح الحرارة مولف كان شرب اتاي. ايوا اليوم درت كاس القهوه، اتاي هو اللي كي هذا، هذا مولف بالتريكينغ، هذا هذا مولف بلا مارش بالجبال داير دوكان. مزيان مزيان الانسان، مزيان الحركه. قيل هادي رنب، رنب هادي مضروبة في الطريق، لاصقة في الطريق، إلا رجعتو السنتة راه رنب، أرنبون. هنا راه مازال الوحيش، واحد البليصة هنا غير هنا قريبة فيها الحجل، إيه هنا قريبة واحد البليصة باقي فيها الحجل، ما تنبغيش نوري البلايص ديال الحجل لحقاش كاين اللي براكوني، كاين اللي يشملو الريحة يجيلو، إي سمعي قلت الحجل يتمش يمشي يجمعو، يجمعو بالليل تيديرو له البيل والشباك، دونك ما تنبغيش واخا تلقاو الحجل ولا نشوفوه ما عمرنا كنبينو البلاصة ديالو ولا نقولو ها فين. هذيك اللي كتبان لكم الطريق اللي كيمشيو فيها السيارات، راه واحد الكاميو زرق على اليمين، ماشي اليمين، اليمين اون اور ترونت على وحدة ونص، كملاش جوج دابا غيولي، لا ما كملاش جوج على وحدة ونص، هذاك راه كاميو وقف لو توروت، راه واحد الكاميو اخر غادي يخلط عليه، هذيك لو توروت ادو، هذيك ادو ما بين طريق الرباط، ما بين الرباط وفاس، ما بين الرباط وجدة، 7:21 باقي، لا الشمس غادي تجي قدامنا فاش نقبضوا العقبة، فاش نقبضوا العقبة تجي الري. هاد الطريق راه كتخرجنا واحد فاش مشينا لكوراي، وقلت لكم هاد الطريق راه كدور على اليمين كتمشي ل سبت شحجوح وكتمشي لحد اي تميمون، داك النهار بعدا كنرجع داك الفيلم داك التصوير، وانا في بلاصه ما نقول حد اي تميمون تنقول حد وادي فران، حد وادي فران هذاك راه في الطريق ديال مريرت ما بين ازرو ومريرت، خروف العيد عند حسن، حسن تيبيع الخروف العيد، يسمح الدوبلاج نديرو 8 ولا على اليمين من هنا من اللور ايتولا، ولكن هنا سبت جحجوح ايتولا تابع للكنس، وسبت جحجوح راه تابع للحاجو، الحاجو راه دايره قلت لكم بحال الهلال، بحال الهلال يعني عندها واحد ليكستونسيون من هنايا من مور مكناس ومشات بحال غدا الخميسات
وعندها ليكستونسيون عاوتاني من الجهه الاخرى من جهه توجده. توجده ترى تابعه لها مشات عاوتاني حتى قربت الفاس. ها نتوما هاد الطريقه على اليسار تيعزم وعلى اليمين كتخرج لاي تولن. هاد هاد الرومب واحد اي تيعزم هي اش اي تولل هذه وتتخرج للطريق الوطني رقم 6 يعني الطريق الكبيره اللي خرجنا منها. كم كتعرفوا الطريق الوطني رقم 6 راني حفظتها لكم اللي كتمشي ما بين فاس والرباط. المهم درت القهوه هذا الصباح ولف كنشربها تايا تايا تعطل شويه خصني شويه الوقت حق الشخص نخليه يطلق ما تنديرش الماء طايب بزاف. الماء تنديرو غير تيوصل 60 ولا 70 درجه وكنديرو فهاد ما تنخليش حتى يغلي وخصو شويه الوقت باش يطلق وهذا. وقلت غنتعطل وانا قلت راه نشرب القهوه ولكن انا القهوه ما عنديش معاها. القهوه كدير لي شويه ديال المشاكل هو كدير لي مشاكل فعلا في المعده هي الاولى وكدير لي مشاكل في 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 هذا ونيفو دي باتمو كاردياك كدير لي دي بالبيتاسيون. الا كثرت منها كتعطيني دي بالبيتاسيون عارف واش كتوقع لشي واحد حتى هما ولا لا. راه كاين اللي شارب القهوه ما تيعرفش كاش فيها. هي القهوه مزيانه فيها لي زونتي اوكسيدون بحال اتاي اتاي حتى هو فيه لي زونتي اوكسيدون هادو لي فيراج ديال الجيري يعني الهبطة الجيري من هنا كنهبطو للعوينة. العوينة جات في القنطرانة نوريها لكم عين السلامة. إذا قلت لكم القهوة خلاص فيها لي زونتي أوكسيدون ولكن عندها المساوئ ديالها هو لاكريلامين داك حيت داك البن القهوة راه كتحرق كتحمص يعني كتقلى فاش تتقلا كتحرق كتكون ديك لاكريلامين. لاكريلامين سي اون سوبستانس كونسيغيجين يعني ما مزيانش. هادي الاول. الثانيه هو راه كاين مثلا نعطيكم انا هي المثال ديالي ما نهضر على حد عين السلامه هي اللي على اليسار. انا دابا مثلا نشرب القهوه واحد المره ولا جوج ما كاين مشكل بالخصوص الا كنت خات مسافات طويله كنشربها كيطير لي الناس خلاص. تنسوق مثلا تنقول خارج من اكادير بالخصوص مثلا الا كنت مثلا كنصيد الصباح صيدت الصباح في اكادير وبقيت مثلا حتى 12 ولا 2 عاد قبضت الطريق لمكناس يعني 2 راه ما غنوصل لهنا حتى لشي 8 ولا 9 الليل. هادشي الا ما وقفتش تندير 6 السوايع الو توروت. اذا كنشربها صافي كتوقدني مزيان ولكن الا كثرت منها القهوه الا كثرت منها كدير لي مشاكل في الجهاز الهضمي لو سيستيم ديجيستيف. شنو كيوقع لي؟ كيوقع لي انه اللي كليتها كتولي تضرني اللي كليتها كتضرني. شحال من واحد دابا عنده مشاكل في المعده. واحد السيد راه طلبني بعد على دكتور المعده راه قلت له يمشي عند رياض الزرقطوني. انا داك السيد كان تيق فيه هذاك السيد فقيه بمعنى الكلمه ماشي طبيب. رجل الله يعمر هذا الرجل مؤمن وقنوع ماشي من دوك يعني الاطباء اللي باغين يديروا الفلوس ولا باغين هذا وناصح تي. راه وقع لي معاه واحد سميتو راه كنت انا بنتي غادي نديها كاع العمليه على المصرانه الزايده وحتى صافي حتى مشينا كاع عند القندوسي وكانوا زادوا عليا في الثمن وداك مع لا ميتويال وما حسبوا لي شي ثمن بحال ما عنديش لا ميتويال. وبالتالي قلنا غنمشيو للكلينيك اخرى وحنا غادي للكلينيك اخرى قالت لي المدام اجي نشوفو الزرقطوني اش غيقول. حنا ندوزو عند الزرقطوني
قبضت داك التحاليل قلنا له ها لي لوكوسيت طالعين لي جلوبين بلون طالعين ها شنو ها شنو دونك راه العلامات يعني مصرانه الزايده ما فيها لا هذه ولا هذه. قال لي هاد العلامات كلهم هاد الشيء اللي كتقول مزيان مع فعلا مع انه طبيب اخر راه صيفطنا باش نديروا العمليه. قال لي هاد الشيء كله العلامات ديال المصرانه الزايده ما كاين مشكل ولكن ما كايناش السخانه. كيفاش؟ قال لك ما كايناش السخانه يعني ماشي المصرانه الزايده. ممكن السخانه مع هاد العلامات هي ولكن ما كايناش السخانه دونك ماشي المصرانه الزايده. ايوا قال لي راه نعطيها الدواء غدير لاباس. وفعلا عطانا الادويه عطانا شي دواء عطانا الريجيم صافي البنت ولات بحال كنا كنكذبوا من هنا من هنا كنا غادي نكزروها دونك رضا زرقتوني انا كنثق فيه. دونك فاش قال لي رضا زرقتوني قلت له خويا قال لي الطبيب ديال المعده قلت له سير ندوزو معاه هادي كاين حتى طريق اخرى من الفوق ولكن ندوزو معاه هادي ماشي مشكل. هنا هنا ردينا وجينا الشمس دونك هذاك السيد قلت له يمشي عند الشفاء من عند الله ربي كيدير الاسباب دونك قلت لكم بان القهوه انا كدير لي مشاكل ديال المعده ملي كنبدا نشرب القهوه مثلا كنداوم عليها راه كنت حتى انا كنبغي نشرب القهوه عادي تنقول نشرب القهوه وبالخصوص ديك القهوه اللي كتشرب مور الغداء هذيك اخيب قهوه حتى الا كتشرب قهوه شربها الصباح وقطع دير 12 صافي بحال انا اتاي نفس المشكل كنشرب اتاي الصباح وكنقطع تنعاودش نشربو من بعد 12 وبلا سكر ما كاين السكر هادي باش بعدا اللي يشرب القهوه بالسكر شوفوا على مناظر فهمتينا كاين واحد الواد على اليسار واحد الهبطه ما تبان لكمش شوفوا ما تبان شو اذا قلت لكم انا ملي كنشرب ملي كنت كنشرب القهوه من مور الغداء صافي كدا مشاكل تنولي اللي كليتها كضرني بالخصوص ليدام كان واحد قال ليدام مالو ما مالوش المعده ما المعده وتنقطع قطعت القهوه وليت بحال ما عمر شي حاجه كانت عندي هذه ما دوزناش بجوج خرج شكرا وعباش عرفتها راه وقعت لي انا في حياتي شي جوج مرات ولا ثلاث كنسى بان القهوه كدير لي المشاكل وكنبدا نشرب عاوتاني نشرب اليوم نشرب واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام صافي والمعده عاوتاني كتولي تقول لي اجي نوريك صافي قطعت القهوه بصفه نهائيه دابا خطره كنشرب خطره زعما ماشي اللي ما خصنيش نقويها وافيبل دوز قليله كنشربها الا بغيت نقبض الطريق قلت لكم كنت تنكون عيان مثلا وباغي نقبض الطريق مسافه طويله فهمتي يعني على الاقل واحد المسافه ديال 300 كيلومتر ولا 400 هذا عنده السياره صغيره خليوه يدوز فوق على من سميتو من سبت من جري يدوز لها هنا ندوزو بجوج هنا راه معلم حتى هذا دابا المشكل الطريق كتقدر تدوز بجوج ولكن الا طحتي في شي واحد ما تيعرفش يسوق تيدير بحال اللي كيغمض عينيه وتيخليها غادا زعما ديك دبر راسك انت هاد الطرقان الصغار اللي ما تيصوبش مزيان خصو يقبط اليمين ويهبط بشويه عليه و... بس
السلامة. هذه خصبة تبارك الله، هذه كاين واحد الواد هابط هنا على اليسار، واد عليك شوفوا السوق ديال السبت دابا 7:34، حرارة بطات 24. دايرين لي بانو سولير هنايا ودايرين واحد الباسان باش كيجمعوا الماء. البالبيتاسيون كاردياك راه ماشي شي حاجه اللي خايبه، ماشي شي حاجه خطر زعما، ولكن تتقدر القهوه كتزيد جهده. البالبيتاسيون هو بحوا لا ريتمي، يعني ما تيبقاش لو ريتم كاردياك غادي في نفس الدقات، تيولي شويه ديال تديك تيضرب ويزقل. ولكن واحد الحاجه مهمه، ما عمر الانسان يتصنت للقلب ديالو، ما عمرك تصنت للقلب ديالو واش كيهضر مقادوش، راه هادي في حد ذاتها سيتون مالادي، راه هادي في حد ذاتها مرض. الا كان الانسان بخير وعلى خير ما تيحس بحاجه راه مزيان. ماشي معنى ديال لي كونترول ميديكو خاصهم يكونوا مثلا، واخا ما كتحس بوالو واحد المره في 6 شهور او على الاقل على حساب لاج، الا كان الانسان باقي صغير خطره في العام خطره في العامين، ولكن الا كان الانسان كبير يقدر يهبط الكونترول حتى 6 شهور يدير فيزيت ميديكال، يدير ان بيلون ديال دي زاناليز، يتهنى على يطمئن على صحته. كان عارف انا ناس بزاف مخليها هكا، حتى تقول له الطبيب ولا دير كونترول ولا تحاليل تيقول لك لا، يقول خلينا اخويا انا هكا صافي انا ما هادي، فهمتي؟ الله يستر الانسان حتى يصدق في شي حاجه اللي قولوا له تعطلتي. هذه الطريق ديال سبت الجحجوح عندو تيبنيو شي مسجد هنا، هذا عندو الهبطة واعرة، عندو الهبطة واعرة من لهيه. إذا السبت هو هذاك اللي كيبان قدامنا،
كانوا دايرين البصله هذا الحجر هذا كانوا دايرين البصله عفوا ما نخلعوش هذا ما نخلعوش شوفني راني غنضوبل خصني يشوفني حتى شافني في المرايا عاد زيد راه ندوزو انا وياك يا زيد هاي 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 هنا هنا كاينه الساقيه هنا اللي مع الهبطة يعني محفوره الطريق ديال 60 زعما راه حنا كنا جايين ب 100 راه غير 50 و 60 وما وما وبحرا هذا خروف العيد واسف الشجوع تابع دار الداخل راه مهلين فيه وليني الطريق الاخرى احسن من هذه اللي جيت معها دابا يمكن نرجعوا مع الطريق الاخرى باش تشوفوا حتى الطريق الاخرى هي هادي دابا غنتلاقاو معاها ولكن السوق يمكن بقى نيشان السوق الطريق الحاجب هادي اللي جاية دارك القيادة الجماعة ولكن السوق ما دايرينش فين كاين السوق ما دايرينش زعما واش الاتجاه ديال السوق السلام عليكم سلام فين كاين السوق الف
فوق اخي. نزيد نيشان. ها؟ نزيد نيشان حتى الدور. الله يرحم والديك، شكرا. شكرا. كان هنا على اليمين كاين واحد الواد، كاين واحد الهبطة هنايا على اليمين. السوق ديال سي بجاجة. ها؟ السوق، ولكن منين ندخلوا للغنم؟ السلام عليكم. منين ندخلوا للغنم؟ الغنم كاين الفوق. منين ندوز لها؟ سير نيش انت اللي ودور. الله يرحم والديك، شكرا. السوق هادي هي الدخلة ديال السوق. السوق سبت الشحجوع. واحد السلام عليكم. السوق ندخلو من هنا؟ يرحم والديك، شكرا. السلام عليكم. سلام سيدي. شنو بغيت؟ اللي بغيتي. لا زاد. زيد اسيدي زيد. لا زيد انت الاول. زيد. اه زيد اخويا زيد انت الاول. بغيتي التدويرة؟ الا بغيتي. هاك عندك اليسار. ياك انت صافي ديتيها كاملة. ليست. بصح الراحة بصح الراحة. عطيتيه اللي عطيتيه ما يرد لك الصرف. الله 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 الله. خروف حنقز هذا نصور لكم هذا من هنا. هذا 3000. اشحال اخويا خديتو هذا المبرد؟ 58. الله يجيب زوين. انا قلت 60 الساعه 58. الخروفة هادي خصها تكون ب 32 هادي ولا أقل، ما تكونش 32. شحال ديك الخروفة خديتيها؟ 26. 26 مزيانة. واش جبتي؟ نخليو هكا، فين نخليو هاد السيارة؟ فين نخليو السيارة؟ هذا معرقل الطريق. زيد شويه. يزيد. اقول له يزيد. كاين اتساع على اليمين. كاين اتساع هنا. راح نمولانا نشوفوا هنا راح نمولانا. هادو خروفات، لا هادو نعجات هادو، بغا يكونو رخاص، ها فين ندير هادي؟ خرج عليها ونحطها من لهيه. هاديك هي الطريق باش تخرج مني. اشحال دوك الخروفات؟ شحال خديتيهم؟ لا ما خديتهمش. اهي دياولك؟ شحال بعتي خوتهم؟ ها؟ شحال بعتي خوتهم؟ 30. 30 مزيان، نعجة ماشي خروفة. لا نعاش. نعاش. انا
النعاس كان خروف كيقول لي 56. والله جبتي الله يسهل على كل واحد.